ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: بعض الناس يستمعون إلى الرقية المسجلة، هل يجوز ذلك؟ ما تغني شيئا الرقية المسجلة، ما تغني شيئا، لأنها عمل، والعمل لا بد أن يكون من عامل. القراءة لا بد أن تكون من قارئ، لأنها عبادة. والدعاء لا بد أن يكون من داع. ما الحديد والمسجل ما هو بإنسان ولا مكلف، إنما هو صوت محبوس فقط. نعم.